Television. Second one, first step. طيب بص يا جماعه، اللي كان عندنا ايه؟ كان عندنا في الموديل الاولاني كان بيقول لي بيقول لي the simplest form for the imaginary number i power 42. i power 42 لو نفتكرها دي، احنا كان عندنا ده بيرجع لنا طبعا على درس الكومبلكس كله. كان عندنا ثلاث حاجات مشهورين، ايه هما؟ اللي هو i power 2، الاي الاول بروت نيجاتيف 1، ودي ما بنستخدمهاش قوي. اي باور 2 بتبقى بنيجاتيف 1، طب اي باور 3 بتبقى بنيجاتيف اي، دول لازم اكون حافظهم. اي باور 4 بايكوال 1، الثلاثه دول لازم اكون حافظهم. صح تمام كده؟ الاولانيه دي ما بتستخدمش، هو بيكتبها لي جنب المساله، ولكن هو بيكتبها لي ليه بس؟ عشان عرفت ان الاي ده مش سيمبل عادي، مش زي الاي والاكس والحاجات دي. يعني ساعات تلاقيه كاتب لي جنب المساله كده اي ايكوال روت نيجاتيف 1 في راس السؤال. هو بس كاتبها لسبب عشان يعرفني، عشان ما فيش واحد ايه يقول له ايه هي الاي دي، ايه ظروفها يعني الاي دي زي اكس يعني، ولا بيفكرك ان هي تبع الكومبلكس نمبر. لكن احنا ما بنستخدمهاش في اي تعويض ولا اي حاجه، اللي بنستخدمه من الثلاثه دول. لو قابلونا اي بار 2 عاد على بنيجاتيف 1، قابلنا اي بار 3 عاد على بنيجاتيف اي بار 4 1 وهكذا. طيب زي ما هدي برضو مثال عليها دلوقتي عشان نراجع يعني. طيب اي باور 42، فعايزكم تركزوا معايا عشان المساله اللي هديها هدي مثال عليها بحيث ان احنا نراجع على درسها برضه عشان ما ننساش. طيب من الاخر، لما يديني اي باور يا جماعه، اي باور عندي في الـ فول اي، اخد الباور دي اعملها ديفايدد 4. طب اشمعنى 4؟ لان اي باور 4 ايكوال 1، فانا باخد اي باور اداني. يعني قال لي مثلا اي باور 42، اقوم واخد ايه ال 42 دي اعملها ديفايدد 4 على الكالكوليتر. الكالكوليتر هتطلع لي ايه؟ هتطلع لي، وتعملوها بالزرار اللي هو شيفت اس دي، شيفت اس دي. الكالكوليتر هتطلع لي 10 اند هاف. طب 10 اند هاف ده مش حل، ليه بقى؟ لان انا لازم يكون عندي تحت هنا 4 مش 2. يعني لازم اصلا هاخد مين اللي هحطه فوق الاي؟ هاخد الرقم اللي هيطلع هنا اهو هحطه فوق الاي. بس يعني هستبدل ال 42 بالنمبر اللي هيطلع هنا. بس بشرط تكون تحت هنا 4 مش 2. فانا بسيط، ممكن اعمل هنا تايمز 2 تايمز 2، تبقى المساله بقت 10 اند 2 اوفر 4. شايفين بقى النمبر اللي فوق ده هو اللي هو 2 ده اللي طلع فوق اوفر 4 ده؟ هو هنستبدل الباور دي ب 2، بقت اي باور 2. طيب واي باور 2 بكام؟ اهي نيجاتيف 1، اعمل بقى المساله في الاخر ايكوال نيجاتيف 1. يبقى تاني اي باور بيداري فوق الاي باخدها اعملها ديفايدد 4، والريميندر اللي فوق ده بس بشرط يكون اللي تحت 4، الرقم اللي فوق ده بس بشرط يكون اللي تحت 4، باخد الرقم ده واحطه بدل الباور اللي هو التاني. يعني لو انا اديت مساله من عندي قلت مثلا اي باور 203 اهي، او واخد ال 203 عامل لها ديفايدد 4. ركزوا يا جماعه عشان هديكم مثال تعملوها على الكلام ده، هيديني 50 اند 3 اوفر 4. لو اديها لك نفس، هو طبعا الكالكوليتر هتقوم مديها لك كده صراحه، هتقول لك كده، هي تقول لك كده دوس انت زرار شيفت اس دي، شيفت اس دي هتقوم محولها لك لكده. خلاص 50 اند 3 اوفر 4، يبقى كده ناخد ايه؟ هستبدل الباور اللي عندي دي بال 3 دي بس. اقول له يبقى دي عباره عن اي باور 3. طب واي باور 3 بكام؟ بنيجاتيف 1 بنيجاتيف ار. تبقى مسالتي في الاخر ايكوال نيجاتيف ار. طيب ساعات يديها لي مثلا متظبطه، يعني يقول لي مثلا اي باور 100. تيجي تمسك انت ال 100 تعملها ديفايدد 4 هتدي لك هول نمبر على طول، تديك 25. مفيش جنبه فراكشن بقى كده ولا الكلام ده. في الحاله دي يا جماعه لو ادتك هول نمبر، يعني معناها هنا الاي دي المفروض استبدل الباور دي بزيرو. طب ما اي حاجه باور زيرو، ما فيش بقى رقم، يعني كان هنا في زيرو اوفر 4 تمام، يعني من الاخر هتبقى ب 1. يبقى بالاخر انت لو لقيت الباور بتاعتك تنفع ديفايدد 4 بدون اي ريميندر، يبقى الاجابه 1 على طول. يعني واحد قال لك اي باور 20
20 دي تنفع لغايه 4، خلاص يبقى الاجابه 1 على طول، الاجابه 1 على طول. ماشي؟ اي باور 8 1 على طول. طيب ساعات بيديها لي بقى ايه، بس يديها لي اي باور نيجاتيف، يعني ازاي يقول لي ايه؟ اي باور نيجاتيف 30، دي هقولها في البورد اللي جاي. يعني انا زي ما قلت لكم يا جماعه مش بحل المساله نفسها، براجع على درسها بالمره عشان ايه؟ ما توقفناش في الامتحان اللي بعده او في الامتحان اللي هيجي لنا. جات لي مثلا اي باور نيجاتيف 30 مثلا، طب ايه الباور النيجاتيف دي بقى نعملها ايه؟ اه قال لك الباور النيجاتيف نزلها انت تحت تبقى بوزيتيف، يعني تبقى 1 اوفر اي باور 30. وخد برضو الباور 30 دي اعملها ديفايدد 4 على جنب كده، او 30 ديفايدد 4 هتلاقيها طلعت لك 7 اند هاف، طلعت لك 7 اند هاف. طالما 7 اند هاف ما ينفعش يكون هاف، اعملها تايمز 2 تايمز 2، فكده 7 اند 2 اوفر 4. طب كويس، يعني دي طلعت ايه بقى؟ يبقى دي 1 اوفر، احنا قلنا هنستبدل الباور بتاعتنا بالريمندر اللي بيطلع يعني ال 2 يعني. طب 1 اوفر اي باور 2 بايه؟ بنيجاتيف 1 اوفر نيجاتيف 1، يعني تطلع نيجاتيف 1. طيب افرض اديها لي مثلا اي باور مثلا نيجاتيف 11. طيب خد انت ال 11 تحت الاول هتحولها ل 1 اوفر اي باور 11. طيب الاي باور 11 خد ال 11 اعملها ديفايدد 4 عشان عايزين نستبدل الباور دي بيها، فالكالكوليتر هتقول لك 2 اند 3 اوفر 4، خلاص يبقى انت هتاخد الباور الجديده بتاعتك 3، يبقى دي كانها 1 اوفر اي باور 3. طيب اي باور 3 اصلا دي يا جماعه بنيجاتيف اي، اساس من الرولز اللي احنا كنا كاتبينهم ان الاي باور 3 بايه، او هقولهم تاني هنا على جنب، اي باور 2 ايكوال نيجاتيف 1، اي باور 3 ايكوال نيجاتيف اي، اي باور 4 ايكوال 1. تمام ابتدي بقى دلوقتي، اه طالما ظهر لي نيجاتيف اي تحت يا جماعه لازم اجيب لها حاجه اسمها الكونجوجيت. الكونجوجيت يعني ايه؟ نعمل تايمز كده، ما ينفعش نسيب اي تحت كده، امال نعمل ايه؟ هي نيجاتيف اي الكونجوجيت بتاعها بتعكس الساين، يعني بوزيتيف اي تقوم عامل بوزيتيف اي فوق هنا وبوزيتيف اي تحت هنا. بص بقى لما تعمل تايمز 1 تايمز اي هيديك اي، طيب نيجاتيف اي تايمز اي بنيجاتيف اي باور 2، طيب دي هتبقى اي ودي نيجاتيف، اي باور 2 اصلا بكام؟ بنيجاتيف 1، يعني كانها يا جماعه اي اوفر 1، واي حاجه اوفر 1 بنفسها، يبقى المساله طلعت اي طلعت اي. اللي عنده مشاكل مع الحاجات دي يرفع ايده يعني في الشات كده، حتى كان عنده مشكله في اللي ده يرفع ايده. لا لا تمام، مفهوم سهل يعني مش لا مشكله. لا تمام. طيب طيب الحمد لله. طيب مره بقى طالما احنا في الاي نراجع بقى على ايه؟ على لو جاب لي مثلا براكتين تايمز بعض، ولو جابهم لي بلس بعض، بس يعني عمل لي كده دي الاوبريشنز اللي على الاي دي، ان لو قال لي مثلا 3 بلس 2 اي تايمز مثلا 4 ماينس 5 اي، بنعملها زي الاكس عادي جدا جدا. يعني ازاي؟ ندخل ال 3 تايمز ده وده اهو يبقى 12، ركزوا عشان اديك مثال تعملوه يا جماعه، نيجاتيف 15 اي الكوي هدخلها تايمز ده وده هيديني 8 اي، وده تايمز ده بالنيجاتيف، خدوا بالكم 10 اي باور 2 لما اي 5 اي باور 2. طب كويس، نيجي عندنا بقى نجمع اللايك تيرمز، ده 12 دول هيجمعوا مع بعض هيدوني نيجاتيف 7 اي، دي كده خدوا بالكم الاي باور 2 نيجاتيف 1 اساسا اهو، الاي باور 2 نيجاتيف 1، يعني ملمح اي حاجه من دول يا جماعه نعوض بيها. طيب يبقى كده المساله بقت 12 ماينس 7 اي بلس 10، طب نجمعها شويه
12 قلتنا يديني 22 ماينس 7. تمام كده. طيب افرض جاب لي براكت عليه مثلا باور 2 قد كده. قلت له باور 2. انا بعمل ايه؟ بقوم عامل الاولاني تايمز نفسه. الثاني تايمز نفسه، كنا بناخدها قبل كده في اعدادي يعني. في النص بعمل ده تايمز ده تايمز 2، يعني عامل 3 تايمز 4 اي تايمز ده تايمز زائد اي 9، ده تايمز زائد اي 12 دي 24 اي طبعا بالبوستر، ده تايمز زائد اي 16 اي بار 2. طب ما انساش ان الاي بار 2 ايه؟ نيجاتيف 1، ده كده ده 9 بلس 24 اي. خد بالكوا ده ما ينفعش يتجمع مع ده عشان ده ما عندوش اي وده عنده اي. طب ده هيديني 16 وهنا نيجاتيف 1. طيب يبقى 9 بلس 24 اي وده نيجاتيف 16. في الاخر خالص هي بتفرق على مساله الاكس في ايه؟ مساله الاكس كان ده بيطلع لي اكس باور 2، كنت بسيب المساله على كده وخلاص. لا هنا الاي باور 2 بخليك نيجاتيف 1. طبعا نجمع لايك تيرمز 9 ماينس 16 ادتني نيجاتيف 7 بلس 24 اي وهتسيب المساله على كده. يبقى احنا ممكن يجي لنا الفكره اللي فاتت الاي اللي عليها باور كبيره، ممكن يجي لنا تايمز، ممكن يجي لنا باور 2، ممكن يجي لنا ايه تاني؟ ممكن يجي لنا اللي هي ان يساوي لي تو نمبرز ببعض. ازاي؟ يعني يوم قايل لي كده. يجيب لي مثلا 3 بلس مثلا اكس اي ايكوال مثلا مش عارف نيجاتيف بي اوفر 2 بلس مثلا او دي مثلا اقول لك 4 اكس اي هنا مثلا ايكوال 8 اي مثلا او نيجاتيف 8 اي. ممكن يجيب لي حاجه زي كده. تمام، خلي دي واي يديني المعلومه دي يقول لي قبلها اف ويقول لي ذن مثلا اكس بلس 2 واي ايكوال نقط مثلا. يجيب لي سؤال زي كده بسيطه جدا. انا كل ما عليا ان انا اعمل ايه؟ اساوي بقى. بص يا جماعه اللي ما فيهوش اي ده اللي هو 3 زي اللي ما فيهوش اي يسموه ريل بارت. يعني ريل بارت ايكوال ريل بارت، يعني 3 ايكوال نيجاتيف واي اوفر 2. النيجاتيف دي عشان ما تتهربش يا تخليها مع اللي فوق يا مع اللي تحت، خليها مع اللي تحت احسن بس ما تبقاش مع الواي يعني. طب انت ممكن تودي النيجاتيف 2 دي بالتايم زي ما انت عايز، يبقى واي ايكوال نيجاتيف 6. طيب في نفس الوقت هتاخد اللي هو ايميجينري ده ايكوال الايميجينري ده بالساين بتاعته. الايميجينري اللي هو في اي يعني هناخد 4 اكس اي ايكوال نيجاتيف 8 اي. طب ما هو طبيعي يا جماعه الاي هتشال مع الاي، يبقى كاني بقول 4 اكس ايكوال نيجاتيف 8 ودي ال 4 دي بالديفايد يبقى الاكس ايكوال نيجاتيف. يبقى احنا جبنا الاكس والواي، هو طالب مني بقى ايه؟ اكس بلس 2 واي معوض بقى. الاكس بكام؟ بنيجاتيف 2 بلس 2 تايمز الواي اللي هي نيجاتيف 6. واحسب الكلام ده على الكالكوليتر هيديني كام؟ نيجاتيف 14. ده يا جماعه كويز تحلوا بقى على الموضوع الكومبلكس نمبرز ويبعتوا لي على الايه؟ على الواتس اب او الجروب يعني. طيب بص مع المساله يا نمبر 12 كان بيقول لي ايه؟ كان مديني تراينجل بيقول لي اي بي سي از تراينجل ودي بيلونجز تو اي بي واي دي ايكوال 5، يعني ممكن نرسم اي تراينجل خلاص اهو. اي بي سي از تراينجل الجيومتري ما فيهاش حاجه يعني. اي بي سي از تراينجل دي بيلونجز، بيقول لي دي بيلونجز تو اي بي يعني دي موجوده هنا كده. طب بحيث ايه؟ لازم يقول لي وير، وير اي دي ايكوال 5 ودي بي ايكوال 3 يعني الحته دي اكتر. لان الاي دي هو ال 5
يعني دي بيقول لي موجوده هنا، بحيث ان الاي دي 5 ودي 3. اوكي ماشي. طب وريه قال لي ايه؟ قال لي واي اي ايكوال 4. اه الاي دي موجوده فين بقى؟ الاي دي موجوده على الاي سي هنا، بحيث ايه بقى؟ وير اي اي ايكوال 4 اي سي ايكوال 6، يعني دي هي اللي قصيره. ودي هي اللي طويله 6. ماشي اوكي. طيب انت عايز ايه بقى؟ بيقول لي بروف ذات ان تراينجل اي دي اي، اي دي اي اللي هو التراينجل اللي فوق ده اهو، ده كده ماله؟ منقط ده سيميلر لتراينجل مين يا جماعه؟ اي سي دي، التراينجل الكبير خالص. طب احنا قلنا في السيميلاريتي يا جماعه، لازم يا اما الاقي 3 انجلز في الترانجل ده قد 3 انجلز في الكبير، يا اما الاقي انجل ايكوال انجل، يعني وده اللي حصل عندنا هنا. انا طبعا هنا ما عنديش انجلز خالص اقدر اتكلم عليها غير الانجل دي. هو دلوقتي بيكلمني من على مين؟ بيكلمني على الترانجل اي دي اي، هفصلهم بس كده عشان يبانوا معاكم. اي دي اي اللي هو الترانجل الصغنن اللي فوق ده، اللي هو ده عنده 4 وده عنده 5. بيكلمني على الترانجل الضخم ده اللي اسمه